أعزائي، متواصلين معكم بفقراتنا، ومثل ما تعودنا نلقي الضوء على النشاطات اللي بتصير بالأردن. ودائما احنا عنا نشاطات وعنا حراك ثقافي فني متنوع. معنا بهالصباح رح نحكي عن الموسم السادس لحراس الذاكرة اللي بتقيمه جمعية الحنونة للثقافة الشعبية. معنا بهالصباح أسيل النبالي، مسؤولة عن النشاطات الشبابية في الجمعية، وطارق البكري وهو مشارك في معرض تشكيلي. أهلا وسهلا فيكم، صباحكم سعيد. صباح الخير. يعني احنا بنقول الموسم السادس لحراس الذاكرة، أقمتوا أكثر من فعالية على مدى سنوات، منها يمكن كان في سنة من السنوات تعارض وقتها مع القدس عاصمة الثقافة العربية، في سنة من السنوات مع يوم تضامن مع الشعب الفلسطيني. كل مرة عم بيكون في عندكم يعني توقيت حراس الذاكرة عم بيكون بتزامن مع مناسبة معينة. هاي السنة ايش اللي بيميزه؟ هاي السنة اجا بوقت التأبين الخاص بالراحل سعادة صالح اللي هو مؤسس الجمعية اللي أطلق شمعتها الأولى ب 1993، لأنه غادرنا ورحل عنا شهر 9 السنة الماضية. فأثرنا أنه تأبينه يكون بموسم يعبر عن قلقه وعن الشغف تبعه، عن هو بشو كان يعطي أكثر من 100%. وقلنا ما في أحسن من أنه نأبنه بموسم سادس لحراس الذاكرة، دليل على استمرار المسيرة وعلى استمرار ما هو يعني ما بدأه من 93 لليوم. يعني لما بنقول حراس الذاكرة نحكي عن هاي التفصيلة، ليش اخترتوا الاسم وايش بتضمن؟ طبعا هو عندكم فعاليات ثقافية وفنية بتقيموها خلال هاي الأيام، لكن نحكي عن حراس الذاكرة بالأول. هلا حراسة الذاكرة هي مسؤولية احنا اخذناها على عاتقنا كجمعية. احنا بنقول انه ثقافتنا الشعبية هي عبارة عن مجموعة مكونات لإحنا كيف بنعيش، كيف بناكل، كيف بنلبس، كيف بنشرب، وهذه كلياتها بتفاصيلها عملتنا الشعب اللي إحنا عليه اليوم اللي هو الشعب الشامي. إحنا بنقول الأردن، فلسطين، لبنان وسوريا. على في فلسطين على وجه التحديد في عدو صهيوني معني إنه يسرق كل تفصيلة من تفاصيل الحياة اللي إحنا عشناها من 5000 أو 6000 سنة لليوم، وبالتالي إجينا لنحرس هاي الذاكرة اللي مش لازم أي حدا تغيب عن باله ولا لحظة، لأنه هي اللي أنتجت كيف إحنا شكلنا اليوم، كيف إحنا بنعيش، تفاصيلنا، أثوابنا، شو بناكل، شو بنشرب. فالتركيز بالعموم على بلاد الشام، بالخصوص على فلسطين لأنها تحت الاحتلال. وحراسة الذاكرة هي مسؤولية، ومش لحالنا إحنا أخذناها، الباحث حارس ذاكرة، المغني حارس ذاكرة، الفنان التشكيلي حارس ذاكرة، المصور حارس ذاكرة. إحنا بنحرس الذاكرة المعنية بثقافة وحياة الناس، الغنى، الأكل، اللبس، العادات، التقاليد، الطقوس المعنية بمناسبات معينة بمرسوها الناس بحياتهم، سواء كانت يومية أو بتخص مناسبات على وجه التحديد. السنة شو فعالياتكم؟ عندكم العديد من الفعاليات، منها معرض، منها فنون تشكيلية، وأيضا في يعني في شعبية، في فنون شعبية أيضا. يعني خلينا نحكي عن الفعاليات، وبتستمر من أينتا لأينتا السنة؟ هلا فعالياتنا بدأت من 13/9 من يوم السبت الماضي، بتنتهي اليوم، ختامها مسك مع جمعية الحنونة مع فريق الحنونة الفني في قصر الثقافة الساعة 8 مساء. بدينا يوم السبت، افتتحنا بالحنونة. على مدار الأسبوع كان عندنا فرق للتراث أو للثقافة الشعبية بين الأردن وبين فلسطين، وبنفس الوقت شاركونا الفنانتين الجميلتين ريم البنا ودلال أبو آمنة. فعالياتنا كانت طول الوقت في المركز الثقافي الملكي، وعلى هامش المهرجان أو على هامش الفعاليات الفنية كان في عندنا معرض لصور فوتوغرافية للمصور طارق البكري، وكان في عندنا معرض حرف وصناعات شعبية، اجونا مشاركين من الأراضي المحتلة عام 67، واجوا كمان مشاركين موجودين عندنا هون بالأردن. فكانت الفعاليات لطيفة، الجمهور كان لطيف، متنوع، لأن الفعاليات كانت متنوعة. واليوم زي ما قلنا مسك الختام مع جمعية الحنونة. يعني فرقة الحنونة كل الناس بتحبها يعني، وإحنا بنحب كل الناس. طارق تحكي لنا، يمكن شوي أخذنا الحديث مع أسيل عشان بس نلقي الضوء بشكل أكبر على الفعاليات، تحكي لنا عن مشاركتك للسنة بحراس الذاكرة السادس. هاي تقريبا ثاني مشاركة لي مع موسم مع حراس الذاكرة، كانت المشاركة الأولى سنة 2012 بمعرض هذه هي فلسطين. السنة فكرة مختلفة تماما، اللي هي معرض تحت عنوان كنا وما زلنا،
وهي عبارة عن صور مقارنة بين فلسطين قبل 48 والعقارات والمنازل الفلسطينية مع صورة لهذه العقارات بالوقت الحالي. يعني المعرض بيشتمل تقريبا على 22 أو 23 صورة. فكرة المعرض أنه في عقارات وفي منازل فلسطينية، اللاجئ الفلسطيني بعث لي صورة بيته بفلسطين قبل 48، أنا ببحث عن بيته إيش صار فيه إيش صار في البيت، إذا لساته موجود، بصور البيت، بحط الصورة بقارنها بالضبط بالزاوية من قبل وبعد، وبذكر قصة البيت، ومش بس أحيانا على منازل، أحيانا في عقارات أو في معالم عربية وإسلامية في موجودة مثلا في فلسطين، بحاول أنه الاحتلال يطمسها، بحاول أنه يغير تاريخها. فكان من الضروري جدا أنه التركيز على هذه المعالم، وأنك تبيني للجيل الجديد واللي يمكن مش عارف تاريخ هذا المعلم، تحكي له عن تاريخه وعن قصته وإيش كان قبل وإيش كان بعد. فمن هون برضو هاي يعني تندرج تحت حراسة الذاكرة وتحت خلينا نحكي توعية للأجيال الصغيرة، وحتى تثبيت للحق، يعني عشان الحق الفلسطيني والحق العربي في فلسطين لا يسقط بالتقادم. أسيل، كيف بتشوفي إقبال الناس، إقبال المجتمع على حضور الفعاليات الثقافية والفنية؟ يعني احنا دائما بنقول الأردن فيها حراك كتير كبير، دائما عندنا نشاطات، لكن إقبالهم على مثل هاي النشاطات، إقبالهم على المعارض، كيف بتشوفي؟ صراحة كان على مدى سنوات حراس الذاكرة الإقبال كان ملفت. التنوع جزء أساسي من فعاليات المهرجان، بمعنى بنحاول نستقطب كل أشكال وأطياف المجتمع، اللي بيحب الميوزيكال شوي ألترناتيف ريم بنا، اللي بيحب الميوزيكال كلاسيك دلال أبو آمنة، الثقافة الشعبية بكل مفرداتها، أخذنا من شمال الأردن الرمثة، إحنا موجودين، إحنا بنقول عن حالنا يعني عموميين أكثر منا مخصصين بمحلات معينة، من فلسطين أخذنا القدس، أخذنا يافا، أخذنا اللد والرملة، فكان في يعني إذا بدك توسع بعرض أشكال وأطياف مختلفة، وبالتالي الإقبال بيصير أكبر. الملفت للنظر إنه جمهور اليوم الأول مش نفسه جمهور اليوم الثاني، مش نفسه جمهور اليوم الثالث، فعم تحكي عن بالضبط كل يوم بتشوفي وجوه جديدة. أنا لأني مسؤولة عن الشباب الأشرز اللي موجودين على الباب، فبشوف الناس اللي بتدخل بشكل يومي، كتير لطيف فكرة انه ما عم تتكرر الوجوه، انه الناس يعني الناس عم تتبدل، وبالتالي انت عم تقولي عن استهداف ما لا يقل عن تقريبا 1200 ل 1300 شخص على طول هذا الاسبوع، وبنهاية الاسبوع عم نحكي عن حفلة بمحل توسع 1700 انسان. بالنسبة للمعرض صراحة معرض طارق حرك الجو شوي، كان يجي كتير اسئلة لانه في قصص مكتوبة تحت الصور، فعادة الناس تحب تعرف تفاصيل شخصية عن موضوع او عن صورة معينة، هذا كان ملفت للانتباه. ومعرض الصناعات الشعبية لانه كان في اشياء عم تنعمل قدام الناس، كان في تطريز تحريري، كان في صناعة جلود وصناعة احذية، فكان الجو العام كان ملفت يعني، فبقدر اقول انه كان اكثر من جيد جدا. كل سنه بتعملوا نفس الفعاليات ولا بتختلف؟ لا طبعا بتختلف على حسب الوضع العام، الجو العام بالمحيط تبعنا سواء كان بالاردن او بالدول المحيطه فينا. هاي السنه يعني تاكيدا على حق العوده تواصلنا مع اهلنا في 48، لانه هدول جزء منا واحنا جزء منهم، هدول هن الهويه العربيه الصامده في الاراضي المحتله عام 48، فركزنا على عرض كل ما هو مميز عندهم باستعراض مجموعة فرق فنية ومشاركات لفرق للثقافة الشعبية من الأراضي المحتلة عام 48. طارق، قديش مهم مثل هاي المعارض ومثل هاي المناسبات لكم كشباب فنانين، يعني وخصوصا أنه أحيانا بنقول يعني شوي الفن التشكيلي يمكن يحظى باهتمام أقل من باقي الفنون، مش بس بالأردن، بكل العالم أيضا الصور تحظى باهتمام أقل، لكن مثل هاي النشاطات مثل هاي المهرجانات قديش مهمة لكم؟ بالفعل يعني احنا في عنا مواقع التواصل الاجتماعي بتساعد جدا بنشر الأفكار وبنشر الصور وانها توصل الفكرة لأكبر عدد من الأشخاص، ولكن انه يتم التواصل مع ناس من الداخل انهم يقدموا الأعمال تبعتهم في دولة عربية، يطلعوا وتوصل لأكبر عدد من الجمهور، مهم جدا، وخاصة موضوع التوعية. يعني موضوع التوعية بالنسبة للشباب، بالنسبة للكبار الصغار،
وهيك انواع بتستهدف مش بس مثلا عمر معين، يعني انت يمكن تستهدف بيجي الصغير بالعمر بتساءل، الكبير بتساءل عن هاي الصور، عن قصتها، فهي زي ما حكيت لك مختلفه وكثير مهمه لاي شخص في عنده فكره ومؤمن فيها انه يستمر فيها، وبتعطيه اكثر طبعا بتعطيه دعم واصرار للمستقبل انه يشتغل ويعمل اكثر. ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. اسيل، بالنهايه شو بتحبي تحكي عن فعالياتكم؟ اولا بحب اشكر كل حدا كان معنا، بحب اشكركم انتم لدعمكم المستمر للحنونه. واليوم بنحب نشوف كل حدا. احنا موجودين بقصر الثقافه في مدينه الحسين للشباب اللي هي المدينه الرياضيه على دور المدينه الرياضيه. ارقام التليفونات اللي ممكن تتواصلوا معنا عليها عشان التذاكر 0795222512. تذاكرنا 15/10/5 قربوا يخلصوا، فلحقوا حالكم. وعرضنا اليوم مميز جدا لانه الحنونه رح تعرض فيه مجموعه نغمات ولوحات تراثيه جديده، وزي ما بنقول ختامها مسك، يعني اهل الدار هن اللي بيحتضنوا كل الفعاليات اخر شيء. واهلا وسهلا بالجميع وشكرا لكم على الاستضافه. شكرا لك اسيل، شكرا لك طارق، بتمنى لكم كل التوفيق في مهرجاناتكم دائما حراس الذاكره، وان شاء الله بنلتقيكم بحراس الذاكره السابع ان شاء الله. يعطيكم العافيه. شكرا لك. اعزائي متواصلين معكم لكن بعد الفاصل، خليكم معنا.